عندي في البيت كلاب إلي خاصة في، يعني اللي هي 10 كلاب، وعندي كل وقت في كلاب اللي أنا بجيبها عن الشارع. يعني خلينا نقول بضل دايما عندي من فوق ال 15 كلب في البيت. شوي الناس بتشوفوا إشي غريب وعجيب، بس بشوفوا أنا إشي طبيعي بالنسبة لي. يعني أنا صارت ناس كثير تسمعني كلام تقول لي اللي أنت عم تعمليه أصعب من كل الخطايا اللي المعترف فيها. يعني أنا بطل عندي حياة عادية، حياتي متوقفة على هذا الإشي بس، إنه أنقذ كلاب من الشوارع. اسمي عفيفي، أنا من جوليس، عمري 47 سنة، متطوعة لإنقاذ الحيوانات. صراحة أنا بس أحس إنه أنقذت جراوي بحس حالي إنه كأنه أنا خلفتن، أنا مسؤولة عنه، هدول أولادي، يعني مجبورة أقوم في واجبهم للآخر، يعني أعطيهم إنه يوصل لمحل الآمن لإلهن، لبيتي الآمن طبعاً. أنا بتذكر حالي من وأنا صغيرة كثير بحب الحيوانات، يعني بزمان كانوا بعد يربوا الجاج وبتعرف الشغلات الصيصان، كنت أنا أخطف الصيصان وأخبيهم من وراء أهلي عشان ما يوصلوش لوقت إنه يذبحون ويأكلون. فالإشي طبعاً كبر معي، وإسا في كل الزمنوت عندي في طريقة أقدر أساعد حيوان أو أشوف كلب بده مساعدة أو بس، فأكيد ما بقصرش وبعمل إشي على قد ما بقدر طبعاً. قلبت بيتي من انه يكون بيت عادي لبيت خلينا نقول مخاسيل للكلاب، اللي انقاذهم يكون من خلال هذا البيت. كم كلب انقذت لحد هسه؟ انا مثلا لحد يمكن هذا الشهر الاخير على القليل كان في انقاذ حوالي 110 كلاب. انا خلينا نقول من النساء التقليديات القدامى، يعني اول شيء معيش رخصه سواقه، فالشيء كثير بصعب علي، كل الاشياء اللي بعملها كثير بيكون في صعوبه، يعني مجبور اكون معي حدا ياخذني ويجيبني واستنى ناس. توصفي لي امك بكلمه. إنه أمي مش لامت، يعني بشوف هيك الشيء، وإحنا عن جد متفقين على هذا الشيء، إنه خال الكلاب هني في أولوية كل شيء. مرات في صعوبات أنسى فيك، إنه مثلا زي إسا في أنا في حال في وضع إني أنا عندي امتحانات، فسفاسة إنه أقعد أقرأ على إنه في إنقاذ هون ثلاث كلاب اللي إحنا مجبورين إسا ننقذهم، يعني فيش حل ثاني. إذا بدك تحكي على أكثر موقف عن جد استصعبته، كان لما كان عندنا الكلب اللي احنا سميناه كيلفا ناخل، الكلب اللي كان بالوادي المجنوني طبعا في المنطقه تبعتنا. للاسف هذا الكلب مات بطريقه كثير صعبه، يعني انا رحت لغاد في اللحظه اللي خبروني عنه، فوصلت شوي متاخر لقيت انه صار النهر جاري والكلب موجود تحت المي، ضليت غاد طلعناه وحاولت انه ننقذه بس للاسف ما قدرتش انقذه، فكان شعور كثير صعب. ربنا اكثر شيء شدد عليه انه عن جد نكون رحمه للحيوانات، في كل الديانات معروف قديش بيشددوا على الرحمه للحيوانات، فللاسف بيشوفوا الإشي كثير مناقض، يعني بيحكوا عن الرحمه بيحكوا عن الدين وبيحكوا عن كل شيء عن الشكل، ولما بتوصل عند الحيوانات كأنه بيعتبرون انه مخلوقات عشوائيه خلقت من عالم فضائي، وهي ربنا خلقها واحنا موكلين انه نساعدها في هذا الإشي. افكر انه وصلنا احنا لسه هون في مجتمعنا، انه مرات تكون في هذا المجال كثير شيء مش محبب طبعا، بينسوا انه انا جاي انقذ الكلب، بصيروا يطلعوا على الاشياء انه مين انت وشو اللي عم تعملي هيك، يعني زي بحسسوني انه عم بعمل جريمه او غلطه كبيره او خطيئه حتى. خلينا نقول الولد هذا وين ما بيلاقي كلب بغضنه، انا صراحه سفلت منه. لا لا سفلت منه، لا لا اسمع لازم تفتخري فيه عن جد، صدقيني ولا مره ممكن الاشي يضر. اهلي الاغلب مش متقبلين هذا الاشي، بالعكس ضده للاخر، كثير بيحاربوني على هذا الاشي، حتى خلينا نقول في شويه قطيعه بيني وبين اقرب الناس لإلي، عائلتي المقربه اولادي خلينا نقول كثير بايدوني في الاشي وكثير بيساعدوني طبعا. بيلا بيلا. اما اغلب اللي حوالي لا، يعني انا تقريبا خلينا نقول صار لي اكثر من 20 سنه عايشه لحالي، يعني فيش بيني وبين العالم تواصل. بفتح لهم طبعا من قدام طاقه تهويه انه ما يصيرش عليهم ضغط. احنا عندنا مجتمعنا بيشوف انه الكلب والحيوانات بكل اشكالها طبعا شيء ثانوي، شيء ربنا خلقه بس لخدمتنا، ما بشوفوش فيه انه مخلوق كامل متكامل بده كل حقوقه من كل شيء يعني. شكرا لك، يعطيك العافيه، ويا تلفوني معك، بضلك وين اي مشكله اي كلب يشرح فيني، اوكي؟ ان شاء الله خير. ما اخذتن اسا لوقت مؤقت لحد ما لقيت لهم خاسوت عمتها، وطبعا يطلعوا على بيوت ثانيه اللي او البيوت التبني تبعتهم او انه اللي احنا بنقول عنا البيوت الحاضنه تبعت لهي الكلاب. مانعه حالي كثير اشياء اللي اولويه حتى بحياتي، انا بروحش اقعد في مطعم مثلا، بفضل هاي المصاري احطها على جنب وانقذ فيها حيوانات، دائما هيك في كل شيء، في كل شيء بعمله، في كل شيء في حياتي الشخصيه بدي اشتري غرض لنفسي، طبعا بفكر في الموضوع قديش تكلفته، قديش هو مهم لإلي ولا مهم اني اخليها على جنب اني اساعد الكلاب فيه. الحمد لله في هاي الناحيه كمان كنري ربنا بيساعدني فيها،
بيعطيني هيك خلينا نقول بركه في هذا الموضوع، ودائما بلاقي دائما كيف اساعد. كثير مرات بجي الناس على قد عقلها، لانه مرات تحاولي تيجي تحكيهم من الاول، حتى يعني الناس اللي بتقول لي مثلا بدناش كلبنا بعد 10 سنين، تيجي تفهميها تقول لها بس حرام هذا يعني مخلوق لازم تعطيه انه يعيش حياته بقيه حياته عندكم. فحتى لما بتبدي تحكي هيك بقولوا لي كنتي مالك يعني، انت خذي كلبه ما عليك يعني، شو ما تحكي معهم مش راحين يفهموكي، راح يشوفوا انه انا الغريبه بالموضوع، انا اللي بحس حالي انه من عالم ثاني من فضاء خارجي مش من هذا العالم. فباخذ الكلب وبهمني بس انقذ الكلب، حتى لو مرات حتى بحس في اهانه في تصرفه معي بعمل حالي ما سمعتش وبكمل في الموضوع. محلين عم بيتعرفوا على بعض. ايش هما ايش هون محل حلو، خلي انت ولادك هون حلو. قديه مبسوطه، واو قديش بحكي لك مش راح تصدق يعني، عن جد شيء سعادي سعادي بتنوصفش يعني. هاي اللحظات انه عن جد لما بعرف حالي خلص طلعت الكلب على المحل الصح يعني.